عندكم 62 يوم. إجابة خاطئة يا أخي، نص يوم. 365 يوم. الله يبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ ساكم طيبين؟ الله يحييك. مستريح مستريح. الله يحييك. كيف حالكم؟ طيبين؟ الله يحييك. كيف الحال؟ ساكم طيبين؟ مرحبا. كيف الحال؟ ساكم طيبين؟ ايه شبابي يا هذا بس بس تعيش تعيش بس 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 يلا حي بس 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 مرحبا مرحبا يلا حي يلا حي يا مرحبا كيف حالك طيب يلا حي يلا حي يلا حي خلصت عليك فقرتك يا مرحبا حبيبي حبيبي الله يسلمك امسك هذا امسك وين يبي يروح ما مدان جيت كل هذا عشان ما حتى خلاص ما ادري ما ادري خلاص اول ما جيت بيروح هذا اول ما جيت يقول بروح لا 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 خلاص استريح استريح كيف حالكم شباب كيفكم طيبين كيف اموركم بس هذا عددكم؟ ها؟ لا لا في ناس. طيب بالله افتحوا لي السبيكرات شباب عندنا هناك خلهم يجون. فتحت السبيكرات؟ يا شباب اللي في المجلس تعالوا بسرعة تعالوا ما في وقت. طيب كيف حالكم؟ يا شباب اللي في المجلس الأزرق بسرعة تعالوا. هلموا. سماعة عندهم. لا لا ما عليك يسمعون عندهم عندهم سماعة وسمعون الحين بيجونك تشوف. احنا بجون ايش فيك خالد لا لا الله يبيض وجهك تعيش تعيش طيب شباب كيف كيف المعنويه عاليه والله صد طيب منو الافضل انتم ولا المجموعه ذيك كلنا كلنا هنا هنا ها هنا اوكي طيب دقيقه هنا اوكي طيب بالله يا شباب منو افضل انتم ولا هم كلنا كلنا يا ابو ما في كلنا كلنا خير انا احس افضل اذنك افضل منكم شو مليه حلوه يستاهلون اخوانا جديد يا انا اشوف انهم افضل منكم كرياليتي كشغل صح يعني هم سيف ساعتين قدموا شيء اللي ما قدموا قبل بعد لا اله حق لا اله الا الله ابشر بالعوار احنا لا تقبل احنا وياهم تعال طيب انا اشوف انا اشوف يعني هم تناغموا بسرعه اكثر منكم انا اشوف انتم الحين يعني وفي كم الوقت تناغموا فيهم هم كم الوقت سبع ساعات تقريبا سبع ساعات انتم لكم الحين كم لكم الحين 8 ساعات احنا ثلاث ساعتين واحنا متناغمين طيب استفسار لا لا الله ثلاث ساعتين يا رجال عبد العزيز استفسار حكمت علينا في اقل من يوم ما كملنا اليوم انا قد شفتكم في الستين مع بعض لا ما شفتنا لا لا كانوا كنتوا موجودين في اول يوم كنتوا لا اكثر ما قدم بس صراحه عندنا الحين استفسار حكمت علينا في اقل من 24 ساعه حتى ما قد كملنا نص والله عاد ما ادري طيب طيب يا شباب انا يا مرحبا وسهلا الحب يا شيخ ومرحبا صفقه صفقه يا شيخ يعني دقيقة والله تصفقوا للشيخ ما تصفقوا لي ترى الشيخ متسابق يعني احيانا مقدم هذا شيخ يدعي علينا ايوه طيب شباب انا عندي لعبتين اسلم واحده بلعب فيها انا الحالي واحده بلعب فيها طيب طيب ليش جاي بس كذا والله جاي هو امزح شوفوا ابي اطلع اثنين الحين ابي أعيشهم قصة تمام؟ كم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال يا شيخ. الشيخ أنت 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 محمد وقف. طيب دقيقة. سياف وحمد حمد المري سياف وحمد المري وينهم؟ وينهم؟ مو عندي. تفضل تفضل داخل 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 داخل. ايه من هنا يا ابوكم ساعه طيب شيخ من تبي وش العلم من تبي الشخصي في لعبه هنا من تبي من تبي معك ابي الرجال لا طيب يا زينك برا الهواء باين لك انا طيب انا اختار تعال الشيخ الثاني تعال ايه بس صفق خويكم يا ولد ايه ايه لا والله وقف هنا مرحبا السلام كيف حالك خل وجهك امام الشيخ خليك كذا ايوه خل وجهك امام الشيخ ايش اسمه ايش اسمك انت فيصل فيصل ايش اسمك انت فلاح طيب شباب ابيك تعيش شعور ان قدامك ايش اسمه لا الابريق تمام لو من حكيته طلع مارد صح ايوه عيش ان هذا المارد اللي طلع لك وتمنى ثلاث امنيات ثلاث امنيات ثلاث امنيات تمناها من المال يا هو طلع هو بيرد عليك تمام لازم تبالي انه يرد عليك هو يلا يلا واحد اثنين ثلاث ابي 500 الف
وش رايك تسوي كذا؟ ثلاث امنيات، ثلاث امنيات. خليك تسوي كذا. خمنيه. خليك تسوي كذا بدالها؟ سوى يلا يا شيخ. لا والله. هو ما يحقق لك الا تسويها. لا لا ما عاد ابي هون. اذا سويت كذا اعطيك المهمه الاولى. هونت من 500 ما عاد ابي 500. طيب يلا الثانيه وش هي؟ طيب اول امنيه ما دقيقه شوفوا شوفوا. اللي يبغى امامك الشيخ. اصبر لا تشطح امامك الشيخ. بعدين بيجيكم كلكم شباب. لا اكيد. ايوه يلا. ضبط لي 500000. 500000 عرفنا. ما عاد تبيها. اذا سويت كذا. ما عاد ابيها. طيب هو طالع عشان يحقق لك الامنيه. انت طالع عشان تحققه. امشي على راسي. اقنعك في ايوه اقنعني والله ما عاد ابيها. ما عاد تبيها؟ والله ما عاد. طيب طيب الامنيه الثانيه ما عاد ابيها الشيخ 500000. ما عاد ابيها. ما عاد ابي سيكل جبلي. يبي سيكل جبلي. راح الفالح للرياضه. تلقى عنده. انا مارد ماني بمحل رياضه. هو مارد هو كذا طبعا. منتي تاريخه. ليه ليه؟ بس. منتي تاريخه؟ انا مارد ماني بمحل رياضه. مارد وطالع من بريد. طيب شيخ شيخ الواحد الواحد يطلب شيء كذا عالي. انت تطلب سيكل تطلب 500000. احنا ايسنا من ال 500 قلنا سيكل جبل لان قد. طيب طيب انت صراحه ما حسيت. انا اخذته امي وبعته. ما حسست انك صدق انك ايه الضحك البطل. اي طيب انت تبطي. تفضل. كيف اقدر اخدمك؟ كم لبثنا؟ طيب عطى يلا ثالث. الامر الثالث. الامنيه الثالثه. الامنيه الثالثه نبي نبي ندخل في كريزما. ها اسحب الشاشه فوق. والله شوف بس ما اقنعت انك مارد صراحه. صراحه ما والله شوف مارد ما يزبط عليه. تدري يزبط على من؟ سلطان تعال. شباب كيف تقيمون اخوياكم؟ شوف شوف سلطان كيف تقيمون اخوياكم من 10؟ 10 صفقون. تفضل يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. هل امنك تتحقق؟ والله في امل. ابي اشوف ناس ثانيين. ابي شخص يوقف هنا كانه لاقي البريد واحد يمثل انه مارد. منو؟ ابي مارد صدق. منو 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 منو؟ تعال. تعال 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 تعال. كان اول اليوم الجني لاغثني علمهم سالفه الجني. بلا سمعني ضحكه المارد. لا لا كويس طيب تفضل هنا. طيب هذا المارد مو جني. مو مارد وش مو جني. خلاص جني جني يلا جني. منو منو اللي بي امنيات؟ تعال يا شاي تعال تعال. خاله ترى والله عاد خاله خاله. اسمع شوف شوف هو بيحك راسك تمام. يقول هنا براسك كم حك راسك انت تطلع. اقول اطلب تمنى ما يا وريني وريني انك انت جني زين. يلا 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 واحد يلا واحد اثنين ثلاثة. تلاوة كاهن او نفث قاهن. لا دقيقة انت الحين هو لا يا غبي. ابي ابي هو 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 يعطيك ثلاث امنيات. تطلب ثلاث امنيات هو يعطيك. هو المارد. لا لا يا طلع لك المارد. بسم الله الرحمن يا حي. انت اللي تحقق الامنيات الثلاث. نعم. تعوذ من الشيطان اول شيء. ماذا تريد؟ تكلم بهدوء لا تضحك. طيب ترى يضحك ما اعطيك شيء. اسمع خلاص انا عندي امنيه. هو شيء ابي اشارك في مزايا. ارفع صوتك. ابي اشارك في مزايا. ما هذا الطلب؟ ليه بس تطلب مزايا؟ يعني ما تسامحني بذا. هذا مارد حضري يا جماعة الخير. ماش والله ما ايش تبيني اسوي؟ امني الثانية. طيب خلينا نشوف عندنا امني الثانية. طيب امني ثانية. انا ودي اني اصير منشد. يبي يصير منشد. بدل عليك انا المنشد. تبي واحد تجي منشد؟ طيب اطلب طلبا اخر. طلبا اخر سوف اقتلك. ما ابشر هو كذا يا خالي. اسمع ابي بعير منتج. ها ما عدت اسمع. ما عاد اسمع يا جماعه. المارد ذا عنده قوه ما شاء الله. طيب طيب كم تقيمون من الاتقن الدور افضل؟ من الاتقن الدور افضل؟ حط هذه جنبه عشان ارجع. ها سلطان سلطان سلطان. انت سلطان؟ يلا الله نعم. ما عليك صفقوا سلطان. قاعد سلطان والله ما يبتيك. برا برا قاعد سلطان ما يبتيك. برا برا يطلع ما يبتيك والله. خالد خليني اروح. طيب تبون ناخذ اثنين ولا تبون نلعب اللعبه الثانيه؟ تبون ناخذ اثنين مارد جني. مارد جني من يطلع؟ واحد وجني. دقيقه. طيب تعال يا ابي واحد شكله تقول شكل مارد. وينه؟ على على على
لا 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 تعال 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 انا بتمنى يا ابن الحلال ما بنت تتمنى بيك تحقق تعال بتمنى انا بتمنى وقف ما ارد والله ما ارد ما ارد شوف ابى اتمنى هذا ما ارد عليه ظروف لازم منك تتقن الدور اوكي ابغى اتمنى لا انا ما اتمنى ابيك تحقق طيب اسمع لي ما ارد انا اصبر ايه تعال هذا اتمنى اصبر تعال الحين طلع اثنين مارد لا لا عاد انا بشوف ايش يصير اتمنى عندي خلنا اتمنى لا 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 ابد ابد اسمع قدامك مارد عليه ظروف تمام وبعد لين ثلاثه ورني انه طلع اوكي وانت اثبت لي انك مارد بلعدتنا واحد اثنين ثلاثه شبيك لبيك المارد عطى كذا يلا 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 واحد اثنين ثلاثه انا المارد ايه انت المارد شبيك لبيك ها ايه انا عديت ثلاثه وقلت ثلاثه يلا واحد اثنين ثلاثه شبيك لبيك وش تتمنى شبيك لبيك يا لا تاكل انت بالله عليك مارد احلى من ذا شبيك لبيك طيب يلا عطني ميتك الاولى راحت البال شبيك لبيك يبي راحت البال تبغى راحت البال ريح رمالك الله يرحم والديك طيب بسرعة أمنية ثانية بسرعة أبي أثبت لي إنه مارد أدخل القناة يبي أدخل القناة كلم ناصر الغامدي يا أخي مارد على الفاضي شبيك لبيك بتتأهل قال أنا بيتأهل طيب وإذا ما تأهل شبيك لبيك خلاص شبيك لبيك مارد أي صح طيب الأمنية الثالثة المليون يبي المليون شبيك لبيك جراند ولا مارد ها والله ما تشمها والله ما تشمها والله ما تريحها والله ما تريحها طيب من تشوفها تقدر افضل يا شباب ام حق جني وام حق شبيك البيك حق القناه طيب صفقوا طيب شباب يا حبيبي الحين في لعبه تلعبون فيها